لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ هو المسافرون هذه الصلاة بعدها لا يقصرون عنها. ليش ثلاث ركعات صلاة المغرب؟ الركعة الأولى حتى نصل إلى الصلاة، الركعة الأولى يقولون إنها دعاء لأبي البشرية لآدم وأبنائه وبناته. والركعة الثانية إنها صلاة من أجل أم البشرية حواء وبناتها وأبنائها. والركعة الثالثة تبقى للمصلي العصري، المصلي الحاضر الذي يصلي، فإن شاء طلب لنفسه شيء وإن شاء وهبها أيضا. وهذا الكلام تستطيعون أن تجدوه في سر صلاة العارفين للإمام الخميني. حتى ما أحد يفكر أنه أنا بمجلس شعر، أنا أقوله بمجلس شعر أبدا، كله مراقب. إذا هذه صلاة العارفين، أقول نحن في العمل جبل عامل، وإن كنت من أيام السيد موسى الصدر سلام الله عليه والسيد موسى الصدر، من تلك الأيام كنت أشيد الصورة أقول دروسا هناك. مرحبا وحلا. من تلك الأيام التي كنت أشيد فيها بأمره وأقول موسى في صورة وفي المجلس، ما شئت إلى مصر هذه المناطق بداية اليوم وأنا أرى صوره في طريق جدا مستأنس في طريق السيد عبد الله التبثل، ما غاب عنا موسى الصدر أبدا، نستطيع أن نحضره متى شئنا ونتمثل قيمه في كل آن. إذا أقول بشكل عام، عندما جاء السيد علي رضي الله عنه إلى الديوان وبعض من الديوان في دمشق، قرأت في هذا الديوان تعجبت من شيء الشاهد فعلا وحالا، يعني كان عندي دورة تخرج في الجامعة وضعت أسئلة من شعر هذا السيد لطلاب جامعة دمشق، وقلت له أن يقارن بين قصيدته الربيع وبين قصيدة الأحضري أتاك الربيع الطل يختار واحدا ليجد أي شاعر مع حلاوة هذا وبدم ذاك زنقه. نعم الثاني أصدر الاتحاد له هذه المدحية الشهادة ورسم، والثالثة صار كل أبنائنا كل رفاقنا كانوا يحكون عن السيد عبد اللطيف فضل الله. أرمينيا تستطيع أن تتكلم، السعوديون أو ما يشبههم يستطيعون أن يتكلموا، الخطباء رؤساء الجمهوريات يستطيعون أن يتكلموا، كان في قاضي شبه. أنا أحب رقم خمسة، ليش؟ شكولة رقم خمسة أنتم؟ أنا أقصد معك الصلوات خمس والفرائض خمس والحواس خمس أصحاب الكفاءة، إذن لأنه أصحاب العباءة خمس. نحن شرفنا المقام تبعه عباءة التداوي بالشعر، شفنا أن العباءة يعني الموقف الإلهي من العبد الرباني، يعبأ ربكم بكم عباءة وأنتم تجربون على السؤال منه جراءة. فهذا عبارتنا بالشرع المعقول، بعرف انه صار الوقت كما هو، لكن رقم الان معشر المتكلمين وانتم تستطيعون ان تكونوا في عين اتحادنا موهوبين، يعني شهادات لا يمكن ان يختار منكم من ياخذ شهاده الدعوه بالشعر. ساعطي شهادتين دعوه لاثنين من اجل سيد عبد اللطيف فضل الله، واحد يعمل على لغة الشعر وواحد يعمل على شفيف معاني الشعر. هو لا تقيم الدرائد تعلم أو ما يفيد شيء، لكن من يدرس هذا الديوان لغة وشفافية يأخذ الدرائد تاع الشفافية والدرائد تاع اللغة سيد عبد اللطيف، لأكون استعرضت شيئا من العاملية، يعني لكي لا أبقى في حدود الكلمة. قلت أرمينيا فيها باختصار عن السيد عبد اللطيف ربما أكبر مني، خطيب جامع المرابط
انه الطبيب العملي من اولاد جبل عامر، انا عامل الان مش بس يتعلمون ايضا من يحبهم في الدار تكلموا عنه ويستطيعون. دكتور رئيس الصنبوليان قل لنا تعال عندي وقل لنا بضعه ابيات هي قصيده 12 بيت، قصيده طبيب الاعشاب 16 بيتا. ومع ذلك نبغي ان نقدم كل الابيات فقط ناخذ مقالع لتروا كيف يتكلم الابناء وكيف يتكلم الاطباء وكيف يتكلم الفقهاء بالسيد عبد اللطيف صلى الله خلال هذه الايام القليله التي وصلنا بها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عنوان القصيده شهاده هايل. هايل باللغه الالمانيه انا ارمني. هايل انا ارمني. اذا هي شهاده ارمني بس قال العقل شهاده هايل يعني شهاده محب. اوقات شعرك ابداع وتقليد. أوقات شعرك إبداع وتقليد محمد وعلي عندنا الجود روح الحروف تنادى جيش همته فأيقظ الكون من إخلاصه العين. والسلام. تستطيع أن تتكلم في آل محمد وفي من يحبون آل محمد. اللغة العشبية تفضل. دكتور آل عبد الكريم لمنكم أنا أقول عنه لمنكم بحاجة إلى أي علاج في أي قضية فهو لم يمثل ذلك على حساب الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى قدوس مستسلم القدوس القائل فلم يرفع لغير الحق شأنا ولم يقرع لغير الله بابا. وأقول نظافة كفر بارئه تحاور فريحا طاهرا ونظيف ظاهر وفي لهجات عيناك صلاته تديح تفقها في صلاة شعب. كم ثمن الكلمة؟ يعني أنا ليش أدفع حق الكلمة عادة؟ هذا الكتاب سوء إنسان جل صاطعه في مكتبة هذا المركز هو هدية للمركز في عباءته أو على عباءته كما نسميها هذه نسميها عباءة إنسان الجنة. الكتاب اسمه إنسان الجنة وهو موضوع في الإنترنت العالمية يستطيع كل منكم أن يعود إليه والإنترنت موجود عند مولانا السيد علي وإخوته. موضوع عليه رباعية بالإنجليزي والعربي مطلوب أن يوضع لها عنوان بكلمة واحدة والذي يصيب هذه الكلمة يأخذ 100,000 ليرة سورية. بخلال عام جاءتني أجوبة من كل الطلبات وللأسف ما في أحد أصاب الكلمة. هذه هي بين أيديكم مرة أخرى شوفوها في المركز عند السيد علي في مركز المكتبة رباعية يقول جائزة 100,000 ليرة سورية ممن يعطينا الكلمة الصواب في تحديد هذه الرباعية. في جائزة قادمة مليون ليرة سورية للذي يجد كلمة خاطر آدم. إذا هذا الكلام الذي يعتقد الناس
أنه إما أن يسمع أو أن لا يسمع هذا الكلام الذي نقوله أو ننوي قوله موسوم عندنا بأكثر من ميزان الذهب، والكلمة الواحدة ندفع عليها إذا أصابها مصيب في كل القارات، إذا أصابها مصيب ندفع عليها وسائل سهم عن الموت، إن شاء الله من هناك بيأخذ هذه الجائزة أو جائزة التي تليها 100,000 يسرية، مليون يسرية للكلمة القادمة لفضل الآن. بقي هذه الكتب المحمولة معنا، فن الحياة، الدعوة من بدع من المعاني، تفسير القرآن المبدل، رسائل أمير المؤمنين في تفسير عصري مع إنسان الجنة، هذا بعض من كلام وقف لروح السيد عبد اللطيف فضل الله، وما زلت أؤكد أنني سأعطي شهادتين دكتوراه إبداع للغة شعره ولشفافية شعره، أيضا فليشرف الأطفال أنفسهم في هذا المجال. قادم عليكم 13 رجب اليوم، هذا شهر رجب في كثير أعياد الأئمة، في كل عيد، في كل ثانية من كوان صاحب الزمان، كل عام وأنتم بخير. وهذا كذلك عن روح السيد الذي من أجله جئنا إلى هذا المكان، ونحن نعرف أن ساعة التفكر تعمل عبادة 70 سنة. خبراء الاتحاد الذين جاءوا معنا اطباء وصيادله ومهندسين وصناعيين يدخلون في هذه التقديمه، بل هم جواهرها وكنوزها. سلام ورحمه الله، عدم المؤاخذه، عدم المؤاخذه، اذا كنتم اذا كنتم ارتقبتم انكم خسرتم شيئا بصمودكم